قاطعين هذا الماء منذ ديال 8 شهور هذه دابا باش قاطعين الماء. ها اليوم يتصاوب غدا يتصاوب. وثلاث تصاوب كاع الماء مسخ. الرملة، الزغلال، هذه دري صغار تيشربوا منه، خصك تصفيها تشرب هذا الماء هذا. فهمتي؟ هذا هو المشكل اللي عندنا ديال الماء. العذاب ديالو تشوف الناس شوف شوف شوف. جبرنا هذا الكوري ديال هذا المول فيرما ديال الدجاج ها هو درنا الضيعه الفلاحيه ديال الدجاج هو اللي عطينا الماء بسبيل الله الله يكثر خيره هو اللي دير فينا الخير مده 8 شهور من الليله ديال الانتخابات الليله ديال الانتخابات الصباح غدا في الصباح قطعوا هذا الماء قالوا الله يعاون ما كاينش الماء كاع حيدت الرئيس جا رئيس اخر بقات غدا المداوله تتحيد رئيس الان احنا باقي بلا ما دابا حاليا باقي ما كاين لا ما لا والو وحتى هما الدراري صغار تبغي يسقيو الماء باش يديروا الماء راه ما كاينش راه ما كاينش الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي لا ما كاينش تدخل للطواليت خصك الماء بغيتي تورد الكسيبه خصك الماء راه لا ما كاينش الماء ما كاين والو هذا الشاطو هذا من 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 الاول شارب قالوا مال بواك قالوا مال بواك مال بواك طاح قالوا من المحل شارب من المحل شارب هذا الشاطو ملي درناه كل نهار تدوز سيمانه يخسر شهر شهرين وحنا مرتين في الماء عاود فاني قالوا صلحوه عاود فاني بقى سيمانه وحنا بلا ما جات سيدة عطانا الماء هذا الله يكثر خيره هذا يا كون دخلونا الديور لاباس دخلونا لاباس دخلونا الماء دخلونا الديور لاباس اسيدي انا مقهور مشات الماء ما عندناش الماء مقهور مجات الماء الدري ولي تيجي يقطعوا يشربوا الماء تيضربوا بالطوروبيلات حنا تخرى مجات الماء السنين وسنين ما عندناش الماء مشينا فينا القياده ما بغاش يصابوا لنا الماء مشينا ما خلينا فينا فين مشينا الماء ما عندناش تقهر مجات الماء في الليل تجيو الرجاله مساكن يديروا النوبات بغيتوا تلاقوا مع العيالات وتجيو سكوننا الماء وبالنهار تنضلوا الوليدات تيجيو يسقوا الدري اللي بغا يشرب تضربوا طوموبيل وخاصنا الماء وتنتهركوا فوق القصه دابا حنا مسخين حوايجنا مسخين الحملة مسخ ديورنا مسخين كلشي مسخ من جهة الماء المعاناة ديالنا كيعلم بها الله المعاناة ديالنا كثيرة وكبيرة ما كيعرفها غير اللي كيعيش نفس الظروف ديالنا واش يرضى شي واحد من المسؤولين ولا أي مواطن عادي يبغي مراته تحيل هنا شادة النوبة واش يبغي أي مسؤول وأي واحد كنوجه له هذا النداء واش يبغي مراته تجي تصبن هنايا في هذه الحالة تصبن في الطريق العمومية احنا في موقع مزيان موقع حساس موقع هذا ولكن شكون اللي هرسونا الناس اللي حكمونا هاد 175 لهنا الاخرى هما اللي سببنا المشكل ديال الماء كنعانيو به حنا ولو هاد الشاطو اللي كنتسناوه ولو كاع صلحوه ما صالحش للشرب اصلا ما صالحش الماء ديالو متلوث ما كاينش اللي يشربوا الا الحيوان وكاك وحنا قضينا عليه قبلنا عليه ورضينا به وكنشربوه وهي دابا تقريبا من انتخابات الانتخابات كانت في شهر 10 من تما ما كاينش واحد عنده نقطه ديال الماء كيقيل الدوار كامل ديال 60 دار ولا 70 دار كتشد النوبه في هذاك التيول اللي كتشوف قدامك راه كيسقطروا الماء وهو هذا السيد عام داير فينا خير شكون قال غدا يتعصب علينا يتقلق علينا ما يعطيناش الماء فين غنمشيو الماء لا ضروري شكون الماء ما انا دابا دخل الدار ما كاينش الا بغيت تغسل الزلافه هي الاخرى كتغسلها بالقياس تغسل الكاس بالقياس شحال غتجدك تجيب غتجيب 100 لتر 200 لتر 50 لتر لان الناس اللي عمرتي 200 لتر الناس ديالنا كنتعيبوا معاها تيقول لك انت ديتي الماء كثير وحنا ما قيلوا الصباح الناس راه من 5 الصباح حتى 10 الليل الطلب ديالنا يقدوا لنا الوضعيه احنا كنوجه النداء ديالي القائد القبيله ديال عامر والرئيس ديال الجامعة والعامل سيد العامل ديال الاقليم سيد سليمان والوالي ديال الوالي ديال المنطقة لان حنا تابعين الرباط السلا القنيطرة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.